تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 22 من سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. طبعا ما زالت الآيات كما كنا في الحلقات الماضية، ما زالت الآيات تتحدث عن بدر وعن ما يتعلق بنقض العقود والمواثيق التي تمت من قبل قريش في صلح الحديبية ومن اليهود بني النضير وسواهم في المدينة المنورة، وهموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخرجوه من مكة، وهؤلاء تآمروا عليه ليخرجوه من المدينة، وجو السورة سورة الأنفال وسورة التوبة هو جو الذي يتعلق بالمواقع التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مشركي مكة وتحالف القبائل العربية المشركة واليهود. فإذا هذا الجو العام لا يجب علينا أن نبتر الآيات من سياقها ونأخذ الآية وكأن هذه الآية القرآنية ليس لها أسباب نزول وليس لها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل ما نريد فيها من أهواء الأنفس كما فعل المتطرفون. فهي واضحة المعالم ضمن سياقها وضمن ما سبقها وما لحقها وما يتعلق بموقعة بدر والمواقع التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي العرب. وهنا طبعا في جو الهجرة وجو أول لقاء مسلح يتم بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين هم أهله وعشيرته قريش وأهل المهاجرين مكة، الموقعة الأولى التي تمت، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهنا لأنهم عندما تركوا الديار وتركوا الأهل وتركوا الأموال هاجروا في سبيل الله، وكانت هجرتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يتولوا هؤلاء المشركين ولو كانوا من أقربائهم ومن عشيرتهم. فالولي طبعا الذي يلجأ إليه الإنسان في كل أمر هذا هو الولي، فيجب أن لا تولوا. والمثال كان في سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، حيث ترك الأهل والمال والولد وكل شيء، وكان المشركون يحاولون قتله وأخذ كل أمواله، فترك كل شيء من أجل الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في المدينة المنورة وقال قولته الشهيرة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، على مصعب الذي باع هذه الأموال والدور وكل شيء في سبيل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخطاب للذين آمنوا وهؤلاء الذين هاجروا في ذلك الوقت بأنه لا يجب أن تكون ولايتكم للمشركين وإن كانوا من آبائكم أو إخوانكم، إن استحبوا، شرط إن استحبوا الكفر على الإيمان. طبعا استحبوا الكفر على الإيمان، لماذا استخدم استحبوا ما أحبوا الكفر على الإيمان؟ لنعلم أن القرآن الكريم دقيق في كل عبارة وفي كل كلمة له معاني، لا يجب أن نأخذ كلام القرآن الكريم هو كلام الله ككلام البشر. في الحرف الواحد
هناك معاني وأسرار. إن استحبوا الكفر على الإيمان، قال استحبوا ما قال أحبوا. لماذا؟ لأنه الاستحباب استحب فيها افتعال. الحب الإيمان بالفطرة، بالفطرة في إيمان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فإذا الإنسان يولد على الفطرة مؤمن، فعندما يستحب الكفر فإنه يفتعل. أما لو قال أحب فالأحب من دون افتعال. ولا تقول بأنني سأحب فلان أو سأكره فلان، هذا الحب وعمل القلب. ولذلك استحبوا الكفر على الإيمان كما جاءت الآية الكريمة، إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لماذا؟ لأنهم علموا الإيمان وعلموا الحقيقة وعلموا بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر وهو الذي يجب أن يطاع. فأنت هنا قد ظلمت نفسك إن أنت اتبعت هؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان. يتابع المولى سبحانه وتعالى. طبعا هنا في قضية الحب وما يتعلق بالحب، قتل أبو مريم الحنفي، قتل زيد بن الخطاب يوم معركة اليمامة، وكان زيد من أحب الناس على سيدنا عمر، أخوه لسيدنا عمر، قتل في يوم اليمامة. اللي قتلوا هذا الرجل أبو مريم الحنيفي. بعد ذلك، بعد أن قتل زيد، أسلم هذا الرجل ودخل في الإسلام. فكان كلما مر أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول له أشح عنك وشي، يعني بعد عني، أشح عنك أو إلوي وجهك عني فإني لا أحبك. سيدنا عمر هكذا كان يقول له. قال يا أمير المؤمنين، أو حبك لي يمنعني شيئا أو حقا من حقوقي؟ فقال سيدنا عمر لا. فقال الرجل إنما يبكي على الحب النساء. فإذا موضوع هو القلب ومحبة القلب لا علاقة له بموضوع الحقوق. فهذا سيدنا عمر كان لا يحب هذا الرجل لأنه قتل زيد، ولكن الحق مضمون. وهذا ما تعلمه عمر في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا استحبوا الكفر على الإيمان، معناها بأن هناك افتعال بموضوع أن يختاروا الكفر على الإيمان. ولو تركوا الأمر لحبهم ولهواهم ولقلبهم لاختاروا الإيمان على الكفر. قل يا محمد، قل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا هنا قل عدد المولى سبحانه وتعالى الآباء والأبناء. إن كان آباؤكم وأبناؤكم، أي أحب شيء بالنسبة لكم في هذه الدنيا، آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم. إذا من كل الاتجاهات، الأب والابن والأخ والزوج والزوجة والعشيرة التي ينتمي إليها والأموال. أموال، لأن الإنسان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأموال اقترفتموها، أي حصلتم عليها بمشقة، غير مال الميراث. ما بنقول مال الميراث اقترفتموه، اقترفتموها أي أنكم بتعبكم حصلتم عليها، فبتكون عزيزة هذه الأموال عليكم أكثر من مال الميراث الذي يأتي من دون تعب. إذن عدد المولى سبحانه وتعالى، وتجارة تخشون كسادها، يعني تجارة مال مؤجل ومال مؤجل، ومساكن ترضونها. إذن كل ما يتعلق بما يهوى الإنسان ويحب الإنسان من هذه الحياة الدنيا، عددها المولى سبحانه وتعالى ووضعها في معيار. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لأنهم هم اختاروا الله والرسول، فكان هناك خيار، إما أن يتركوا مكة ويختاروا الله ورسوله، وإما أن يختاروا أموالهم وتجارتهم التي يخشون كسادها وديارهم وعشيرتهم وأزواجهم. فإذا هذا هو أو هذا هو حقيقة المعنى الحقيقي للهجرة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، وإنما عمل ونية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عمر الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي اعتبر نصف الدين: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا هنا بيّن المولى سبحانه وتعالى الميزان، ميزان كل ما يتعلق بالدنيا والهجرة إلى الله وإلى رسوله والجهاد في سبيله. فتربصوا أي انتظروا، معنى تربصوا هنا الانتظار الشديد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته والخارجين عن إيمان الإيمان به والخارجين عن دينه، هكذا معنى الله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا لا يقول الفاسقون لماذا نحن لم نهدى، هم اختاروا عدم الطاعة فحلت عليهم عدم الهداية. فإذا هذه فيما يتعلق بهذه الآية. ويتابع المولى سبحانه وتعالى ويحدد هنا موقعة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في مواطن كثيرة، نصرهم في بدر، ونصرهم يوم الخندق وفتح مكة، وفي مواطن كثيرة نصرهم الله. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، مواطن جمع موطن، وهو ما استوطن فيه، وهو ظرف هذا يعني الموطن، موطن هنا تأتي بمعنى الموقعة. لقد نصركم الله في مواقع كثيرة، يعني في مواطن كثيرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طبعا هنا بعد فتح مكة أصبحت أعداد هائلة للمؤمنين المسلمين، ويوم حنين هو بعد فتح مكة، فهذا اليوم أعجب بعض المسلمين بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. فإذا هنا تعلقوا بالسبب تركوا المسبب. يوم حنين لماذا؟ لأنه أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا، ما بتعمل شيء، ولن تكون هذه أبدا مكان أو اعتبار للانتصار أبدا، لم تغني عنكم من الله شيئا. طيب فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طبعا هذا وصف بسيط جدا لما جرى يوم حنين. ماذا جرى يوم حنين؟ اجتمعت قبائل هوزان وثقيف واختاروا مالك بن عوف ليكون القائد في هذه المعركة، واستطاع مالك بن عوف أن يجمع 4000 مقاتل، وانضم إليه عدد من الأعراب المحيطين بهم، ووضع مالك خطته على أساس أن يخرج الجيش ومعه ثروات المشاركين في الجيش من مال وبقر وإبل، وأن يخرج مع الجيش النساء والأطفال، وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن أرضه وماله فلا يفر من المعركة، ويستمر في القتال بشجاعة وعنف لأنه يدافع عن كل ما يملك، وبذلك وضع كل العوامل التي تضمن له النصر. واجتمع المشركون ونزلوا بوادي اسمه وادي أطاس، هو بين مكة والطائف، وكان فيهم رجل كبير السن ضرير اسمه دريد بن الصمة، وكان رئيسا لقبيلة جشم. فلما وصل إلى مكان المعركة سأل بأي أرض نحن، فقالوا نحن بوادي أطاس.
فابتسم وقال: لا حزنا ضرس ولا سهلا دهس، أي أن أرض ليست مناسبة وليس فيها أحجار مدبدبة أو فيها أحجار مدبدبة تتعب الذي يسير عليها. وتحدث عن ذلك، عن هذا الأمر، واختلف مع البعض في ذلك الوقت في معركة حنين، لكن مالك أصر على خطته. وعندما جاء جيش المسلمين لم ينتبهوا إلى وجود الكفار المختفين عن الأعين، وحينئذ أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم، فخرج المشركون من كل مكان وفاجأوا المسلمين بهجوم شديد. فقال المتحدث: فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن قصير، حتى أنه من قسوة المعركة وضراوتها ومن قوة المفاجأة انهزم جيش المسلمين في الساعات الأولى للمعركة، ووصل بعض الفارين من القتال، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة إلا 9، بينهم العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينهم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأيمن بن أم أيمن، وعدد من الصحابة. وهنا نتساءل: لماذا حدثت هذه الهزيمة في بداية موقعة حنين؟ لأنهم عندما خرجوا إلى الحرب قالوا: نحن كثرة لن نهزم من قلة، وبذلك ذهبوا إلى الأسباب وتناسوا المسبب، فأراد الله أن يعاقبهم على ذلك ويعلي من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث قال للعباس: يا عم أذن في الناس. فقال العباس: يا معشر الأنصار، يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الشجرة. فأصبح ينادي للجميع، فلما سمع الناس النداء قالوا: لبيك لبيك يا عم رسول الله. واشتدت الحرب وصار لها دخان. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويروي هذا الحديث أو يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه البراء بن عازب، فقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله لم يفر صلى الله عليه وسلم، نهوزان كانوا قوم الرماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يتخلى عنه ولا يخذله أبدا. ولم يثبت أمام المؤمنين واحد من هوزان وثقيف، وانتهت المعركة بانتصار حاسم وغنائم كبيرة جدا وأموالا لا حصر لها. وانطلق جيش المسلمين للطائف ليطارد الفارين، واختبأ مالك بن عوف قائد العدو، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقسم الغنائم. وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة بين المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم ولسائر العرب ولم يعطي منها الأنصار. لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقارن بين شيئين، بين منتاع الدنيا فيعطي منها للمؤلفة قلوبه، وبين حب الله والرسول وما هو حظ الأنصار أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد حي من أحياء الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة. قال قائلهم: لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وأحب أن يعطيهم ويفضلهم علينا، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء من غنائم؟
وأعطيت قومك أكثر منهم ولم تعطيهم شيئا. وهذا الحي من الأنصار وجد في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي قومك. النبي صلى الله عليه وسلم فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمع الأنصار أتى سعد قال: اجتمع لك هذا الحي يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أعظم الوفاء في الدنيا يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم، وجدتم في أنفسكم مني، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: نعم، لله ولرسوله المنة. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ مع أنهم أجابوا قالوا: لله ولرسوله المنة. قال: ألا تجيبوني؟ قالوا: بماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا هذا. قال الأنصار لرسول الله: بل لله ولرسوله المنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعما وسلكت ولو سلك الناس شعما وسلكت الأنصار شعما لسلكت شعب الأنصار. اللهم رب ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. ما أجمل وما أعظم هذا الموقف يا حنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الوفاء، عندما خاطب الأنصار في ذلك الخطاب المؤثر الجامع العظيم. إذن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، ذلك جزاء الكافرين. إذن أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كانت السكينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله سبحانه وتعالى جنودا لم تروها، كانت تقاتل إلى جانبهم. وليس كل ما لا تراه بأنه غير موجود، ولذلك نحن قلنا بأن الإنسان لا يرى البكتيريا والجراثيم وإلى آخره. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن بأنها تجري من بني آدم مجرى الدم، قال البعض أصبحوا يتفلسفوا: كيف وما كيف كذا؟ نحن نرى أن كيف البكتيريا والجراثيم تدخل بالدم وتصيب الشرايين وتصيب هي داخل الإنسان، فليس ذلك على الله بعزيز، والله سبحانه وتعالى. إذن أنزل جنودا من الملائكة لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. في هذا الجو من الانتصار وهذه عظمة، لذلك سورة التوبة: ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. أي أن أبواب التوبة دوما مفتوحة، وباب التوبة لا يغلق أبدا، ولا يريد الله سبحانه وتعالى للجريمة أن تستشري في أي مجتمع، ولا للإشراك أن يستشري في المجتمع. فإذا بعد النصر العزيز المؤزر، طبعا هذه المعركة أيضا اعتداء وأيضا عدوان من القبائل والأعراب، من القبائل العربية والأعراب الذين تحالفوا جميعا بقيادة مالك بن عوف،
على رسول الله، وبعد ذلك انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الانتصار وتقسيم الغنائم فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة، ثم يتوب الله بعد ذلك على ما يشاء، والله غفور رحيم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واجعلنا من سعداء أعزاء عتقاء رمضان بجاهك يا حنان يا منان. اللهم عنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا اللهم الجنة بأمان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد.